مش قلنا قمه الجوله؟ نعم. بتفكرني بايه؟ وقمه جماعه لا سمح الله، هاي لمانات وخطابات وادانات وشجب وبتاع، وتلاقيها في الاخر ايه؟ على فشوش. بس يعني بدون اي توتنهام افضل. اه على فشوش. بدون اي بدون اي ما في فائده مستخلصه من الموضوع. ايوه طبعا، وجماعه لا سمح الله انتوا سايبين الناس بالها اكتر من سنه. انتوا ايه مستنيين 50,000 شهيد؟ مستنيين ايه؟ ها؟ كنا بنقول لكم في الاول المساعده. ساعدوا الناس، وصلوا للناس المساعدات. الناس بتموت وتتحرق على الهواء. وانتوا ايه؟ مش موجودين؟ ونقول لكم كنتوا ساعدوه، ما بقى لكم 14 شهر ما بتساعدوهمش، خليكوا على الحياد. ها؟ المتغطي بالصهاينه والامريكان عريان. بس فما بنقول لكش ما تساعدوهمش، ربنا سبحانه وتعالى هيساعدهم. وهم ناس بيتوكلوا على الله. انتوا بقى ايه؟ ها؟ والله حيرفع عنهم البلاء. 14 شهر ايه؟ خليكوا على الحياد، ما تساعدوش الصهاينه ولا الامريكان. تمام؟ بس كنا بالاول بنقول لكم لعل وعسى تساعدوهم، دلوقتي لا بنقول لكم خليكم على الحياد. ربنا سبحانه وتعالى هينصركم. وانتوا اهل غزه احنا بنمشي دلوقتي موطين راسنا. ليه؟ لان احنا ما عندناش دلوقتي كرامه. احنا ما ساعدناكوش ولا وقفنا معاكم. فسامحونا ولعل الله ربنا سبحانه وتعالى يسامحني. وجماعه لا سمح الله كفايه 14 شهر. خدوا وقفه. انتوا مش صغيرين. احنا دول كبيره. ولنا العرب لهم قيمتهم واهميتهم. اوعى تفرطوا في قدره وعظمه العرب. وما تسيبوش الناس ال 14 شهر. كفايه 14 شهر. 55,000 شهيد. الناس بتتحرق على الهوى. والناس بقى لها شهر ما بتدخلهاش حاجه. حرام. فربنا سبحانه وتعالى يشيل عن الجميع، اهل غزه واهل لبنان. دول ناس بتقاوم بتجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكم. اي نعم احنا بنمشي كده دلوقتي، لان احنا الصراحه سيبناكم. والجماعه بتوعنا جماعه لا سمح الله انتقلوا من جماعه لا سمح الله لخانة المفعول به. كفايه 14 شهر. على كل حال بعيدا عن ذلك، بعيدا عن ما تحدث به كابتن محمد ابو تريكه مشاهدينا الاعزاء، نعود لما حدث في لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي، خصوصا بعد نهايه او بعد صفره النهايه. هناك ترحيب وتقدير، تقدير ان صح التعبير، لفان نيستلروي. فسيسترجع اخطاء خصوصا لعيبه الخبره. وزي ما قلت لك هو الشعور بالمسؤوليه هو ما يقود، هو من يقود مانشستر الحين. فتداركهم اللاعبين الكبار يعني للمسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه جعلهم يعني يتغيرون في ويعدلون الاخطاء في الشوط الثاني. بس هي عموما يا عزيز الصراحه هي اقل مباراه ما بين الفرقتين من توب 6 فنيا. مشاهدينا الاعزاء انتهى هذا اللقاء وقمه الجوله العاشره بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل الايجابي بهدف لمثل بعد تقدم أصحاب الأرض، بعدما استشعر فان نيستلروي بأنه يمكنه الانتصار، انتصار آخر بعد الانتصار الأول في الكاراباو كاب، حيث استطاع الانتصار في أولى مبارياته كمدرب مؤقت لفريقه السابق والذي لعب له لعدة مواسم مانشستر يونايتد. كيف شاهدت المباراة كابتن ياسر بعد هذا التعادل، وما مدى اعجابك بردة فعل ماريسكا الذي تدارك الامور وقام بعض التغييرات وادرك هدف التعادل؟ هو شوف بالنسبه لي تعادل عادل بالنسبه اطفال المستوى الفريقين والفرص اللي حصلت لهم في هذه المباراه. مرضي لفريق تشيلسي صراحه في الاولد ترافورد، واستمراريه في عدم الخساره يعني بالنسبه له. غير مرضي بالنسبه لي لمانشستر، لانه في لحظه من اللحظات شعر يعني نيستلروي ورفاقه انه بامكانهم خطف النقاط. هذا طبعا ضرب جزاء صحيحه من وجهه نظري، تعامل معها بكل يعني هدوء وذكاء فرنانديز. ولكن اشوف هدف تشيلسي، انا لاحظ اغلب المدربين الان صاروا يعني يتكاسلون جدا او يتساهلون في عمليه تغطيه اللاعب اللي برا ال 18 في الضربه الركنيه، وهي قد تبني انت اصلا خطه تنفيذ في التسجيل على هذا اللاعبين. تعامل من كاسيدو صراحة أحد نجوم المباراة من الطرفين، ليس مجرد بس تشيلسي. ولكن أنا أعتقد أنه كان الخلل هو التغيير
دخول كوكوريا بديلا لجوستو كان من الافضل دخوله بديلا لجيمس، لانه جوستو في الشوط الاول على الاقل كان هناك مسانده لمديوكي، فكان يعطيه يعني يعطي حل اخر من خلال الاوفرلاب او طلب الكره ومساعدته في اشغال او يعطيه خيارات اكثر في مقابله الواحد ضد واحد. ولكن في الطرف الايسر جيمس في الشوط الاول كان لا يحتاج، لانه نيتو يميل اليه دائما بالمر بحكم قدمه اليسرى. في الشوط الثاني جيمس لا يكاد ان يتجاوز يعني يمكن خط الوسط، وهذا اراح كثيرا مانشستر، واعطاه اعطى فرنانديز كذلك راح اكثر من كون يعني العوده الى القيام بادوار دفاعيه. فرنانديز اليوم صراحه قام بمجهود كبير، وانا تكلمت لك انه مانشستر الاختلافات سوف تكون فيه ليست فنيه بقدر ما هي مجهود واحساس وشعور بالمسؤوليه للاعبين. وشفنا اليوم كيف الشوط الثاني زي ما تكلم الكابتن محمد تحول كاسيميرو وشعوره بالمسؤوليه اكثر داخل ارض الملعب، كذلك فرنانديز. ففي النهايه هي نتيجه مرضيه لتشيلسي، غير مرضيه لمانشستر، ولكنها عادله في النهايه. نعم، اذا شاهدنا ما حدث من خلال الشوط الثاني على وجه الخصوص كابتن محمد، نشاهد بان هناك رغبه في الانتصار من كلا الفريقين بدايه، لكن موضوع ان يلعب زيركسي كبديل لهويلند بعد بذل مجهود كبير من خلال هذا اللقاء دليل على رغبه فان نيستلروي ومغامره ايضا فان نيستلروي امام احد ابرز الخصوم، يعني تشيلسي ليس بالخصم الهين. انا بالنسبه لي لو كان خلى هولندا لاخر المباراه كان افضل، واضاف له زيركزي. لا يبقى على هولندا. مش شرط، لان في كره بعد ما زيركزي نزل لو كان هولندا اللي موجود كان راح بيه، لانه هو اسرع منه. الكره اللي عملها برونو بكعبه بالكعب صحيح. اول ما نزل كان ممكن ان ينفرد لو كان لاعب اسرع. لو هولندا كانت الامور مختلفه، انما هو حس انه ممكن جاي من اصابه، هولندا مش جاهز كامله يلعب 90 دقيقه. انما زي ما بقول لك لو الكره دي اللي اتلعب لها برونو، خلوك معانا بتوع الجاليري يا حسن، لو الكره اتلعبت له لبرونو زي ما اول ما نزل الكره اللي بالكعب، اعتقد كانت افضل لهويلاند، لانه واخد جو المباراه، عايش في جو المباراه، اسرع من زيركزي، ممكن كان تعامل معاها تعامل ايجابي بالنسبه لي. انما هو شاف ان هو بذل مجهود كبير في عمليه انه يطلب ورا المدافعين ويبقى الضغط العالي اللي كان موجود، فممكن تريحه. انما اعتقد ما اضافش كتير قوي زيركزي. انما ايه اللي اتغير في مانشستر يونايتد؟ تشاهد هويلاند فور الخروج التغيير بدا واضح انه بذل مجهود كبير. ايوه، ما عشان كده ممكن يقول لك مش عاوز يتعور تاني، وممكن يبقى لعيب تاني مركز بمركز، وهو مفيد في الفتره الحاليه لمانشستر يونايتد هويلاند. ايوه، لانه هو في حالته. نعم صحيح، الشوط الثاني كان بيتحرك ورا المدافعين كويس قوي. نعم، انما اعتقد ان هو كان برضه التغييرات كانت متوقعه بالنسبه لديالو مكان راشفورد في بعض الاحيان، ان هو خلاص هنا بعدها بدقيقه انا عندي اعتبار ان هو يلعب تعال ليندلوف، ليندلوف مكان اوجارتي، دي حاجه تاليف. انما هو يقول لك ايه، اوجارتي عنده انذار ممكن ياخد طرد. هنا بعدها بدقيقه برونو عمل تمريره، انا انتقدتك يا برونو في اول شوط من التمريرات الميس باس كتير، انما لما بيبقى في حالته بيبقى حاجه، مع ان اخر الكره كثير برونو. بس ما بيلعب التمريرات لما يكون في مزاج لمسه واحده خليه يواجه الباب. لمسه واحده خلاص، هنا اول ما نزل بص انت تعرف لو هولاند اسرع منه، انما هو بطيء مش سريع، او كان ممكن يتعامل معاه يعني بطريقه اخرى، بص يمرر لجراناتشو، هي عاوزه تاخد طياره على المرمى على طول. انت مهاجم تسعة، هو مش تسعة، ما عشان كده بقول لك لو هولاند كان مكانه كان خد الكره وراح حطه في ظهره. ايوه، انما هو مش سريع، هو افضل، هو رقم 10 او 9 ونص، ما عندوش السرعه. عشان كده انا قلت في بدايه هذا الموسم، هل هو المهاجم اللي محتاجه اليونايتد؟ لا، هو كويس كان في الدوري الايطالي وكان محور الفريق وينزل في نص الملعب، انما مش مهاجم تسعة يجيب لك 25 جول ولا. هنا التمريره بتاع برونو، يلا روح انت ونصيبك، محتاج ان انت اول زقه دي بتاع الكوره تاخد بالسرعه، انما هو مش سريع، بس كان توه داخل